لماذا دبابات القتال الحديثة تقوم برفع ماسورة المدفع إلى الأعلى بعد كل عملية إطلاق؟ والسبب لقيام الدبابات بهذه الخطوة هو بسيط جدا، بالرغم من الاختلاف من دبابة لأخرى، وهو أن الارتفاع البسيط إلى المدفع يسهل عملية تلقيم القذيفة وإدخالها في حجرة النار الخاصة به. وفي الدبابات التي تمتلك تلقيم آلي ترتفع سبطانة المدفع إلى الأعلى قليلا، وذلك لكي تتوازى مع خط التلقيم للمدخر الآلي. أما تلك التي تمتلك مدخر بشري فإن ارتفاع ماسورة المدفع من الأمام يجعلها تنزل للأسفل من الخلف بداخل الدبابة، مما يسهل عملية حمل وإدخال القذيفة وإعادة التلقيم، والتي بعدها يقوم حاسوب الدبابة بإرجاع ماسورة المدفع إلى مكانها مرة أخرى بشكل آلي. إذا أعجبك المقطع لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.